حلقتنا اليوم من بلد خليجي معروف بطيبة أهله وأجواء الرمضانية المتميزة. أكيد قاعد نتكلم عن مملكة البحرين. الآن حنا في المطبخ مع شيف خولة. كل بيت له طريقة خاصة في عمل الكباب. الحين نرجع ونسوي الخنفروش. وش الخنفروش؟ وانجوي. إفطارنا غير اليوم، الثالثة بتوقيت السعودية على MBC 1 وشاهد. رمضان يجمعنا.